والله يسلمكم. هو قصيده بعد ايه نسمع. قبل فتره شخص جاب طاري كلمه الله حيه. الله حيه. اي والله جابها بالموزي هنا شويه مثل الغاضني. ايه فقلت هو شاعر موقف. ربينا ويا المضايف والدواوين. اي بالله ونشهد. الله يسلمك. ربينا ويا المضايف والدواوين واحدنا يتنومس باسمه خيو. الحسب فنجانه الممية خلوه صعب يعرف كلمة الله حيه. الله الله. الحسب فنجانهن ممية خلوه صعب يعرف كلمة الله حيه. تعالوا خل علمك على الدواوين. تعال. وتاريخ السفاهة البيك طبقة. هي. تعالوا خل نصحك لا تصل غادو يا بابل منك أكبر لا تدقة. يا هل أكبر طموحك بالتصاوير إذا شيبون تقلب ما تلحقة. الله الله. يا هل أكبر طموحك بالتصاوير إذا شيبون تقلب ما تلحقة. ترى اللي يحكي عدل مقعادة بالعين. صح. واللي بحكي يدوس ندوس حلقة. الله الله. ضيف اللي يمر ضيف اللي يمر ضيف اللي يمر تقراها لوجوه وكلمة الزين عند الزين تلقى. إذا ماكو زلم ملقاها ينقال كلمة الله حي يصير ملقى. الله الله. المضايف شن سواتر حقك تخاف. المضايف شن سواتر حقك تخاف. مقابل الزلم الحكاية تفقى. المضيف الزين يتنومس بالعلوك صعب تطلع الكلمة بدون شقة. ولأن طبع المضيف يحق الصغار واللي يطب بشرف ينطي حقه. الله الله. واللي يطب بشرف الله يا سيد رائع والله. الله يسلمك. والله موقف حقيقي. الله يسلمك. الله يسلمك. صدق يعني رد بمكانه. اي ما مو احنا سوالف اهلنا ما نقبل. نعم هذه لله حي وما تلغى الشياب اكيد شلون. واحنا ان شاء الله مستمرين عليها امام بطن نعلمها الولد ولدنا. الحمد لله والشكر. يعني هذا اصاله. هي بعد الله حي يدل على الاصاله على الكرم على الشجاعه على الاخويه. هسه مو بس تختار على مود هاي تختار. نعم. من انت ربيت على شيء ومن انت كبرت نكره. اي نعم. انت احنا رابين على هذا الشيء. صح. واكو ناس رابي على هذا الشيء بس احنا هاي مفردات الاصاله حال نتحسس من واحد يتقرب عليها ويسيء لها. هذني هن ان احنا جالنا هسه من تجي يقول لك الله حيه. صح. على انا قبل فتره يمكن شفت الرد مال عرب شول. ايه ليش اساء. الله يعزك. الله يعزك شهاده. فلازم الرد على الإساءات. أكيد أكيد. لكن إحنا نرد بإحسان طبعًا ما نرد بإساءة. صح صح. نرد بشيء طيب. إن شاء الله. بارك الله بيك يا سيف تسلم وتعيش. أنت الخير. والله قصيدة رائعة. الله يحفظك يا حبيبي أحب.